حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم الى نشرة اخبارية جديدة من قناة المكلة المحلية. والبداية بالعناوين: فرض حظر التجوال الشامل في مدينة كريتر بالعاصمة عدن لمدة 3 أيام بسبب انتشار الحميات. وزير المالية يبحث مع محافظي حضرموت الالتزامات المالية للمحافظة. الهلال الأحمر الإماراتي يوزع 1000 سلة غذائية على أهالي مدينة الضليعة. أهلا بكم من الإيجاز إلى التفاصيل. تجددت الاشتباكات العنيفة في محيط منطقة قرن الكلاسي بمحافظة أبين بين ميليشيا الإخوان التابعة لحكومة الشرعية والقوات المسلحة الجنوبية. وذكرت مصادر عسكرية أن المعارك تدور في منطقة وادي سلا ومحيط القرن الكلاسي وسط تحليق لطيران التحالف العربي في سماء المنطقة. وكانت القوات الجنوبية قد دفعت بتعزيزات عسكرية ضخمة لمناطق أبين وحدودها مع محافظتي لحج وعدن. هذا فيما أفادت مصادر بتقدم القوات المسلحة الجنوبية بشكل ملحوظ باتجاه شقرة من الخط الساحلي وهروب للميليشيات الإخوانية مخلفة وراءها خسائر في الأرواح والعتاد. كما ذكر مصادر متطابقة عن وصول تعزيزات للميليشيات تابعة لحكومة الشرعية من المنطقة العسكرية الأولى في سيئون نحو شبوة. ارتفعت حصيلة الحالات المؤكدة بفيروس كورونا على مستوى الوطن إلى 85 حالة بينها 12 حالة وفاة وحالة تعافي واحدة. وقالت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة وباء كورونا أن آخر مسجلات الحالة الوبائية لفيروس كورونا خلال الساعات الأخيرة سجلت 15 حالة جديدة مؤكدة وزعت على محافظة الضالع بثلاث حالات كأول الحالات المكتشفة بالمحافظة، فيما سجلت العاصمة عدن 7 حالات ومحافظة لحج 4 حالات بالإضافة إلى محافظة حضرموت بمدينة سيئون بحالة واحدة. فرض المجلس الانتقالي الجنوبي حظر التجوال الشامي في مدينة كريتر بالعاصمة عدن لمدة 72 ساعة عقب تدهور الحالات المصابة بالحميات الفيروسية. وقال الناطق الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم أن الاجتماع الاستثنائي مع قيادة السلطة المحلية بمديرية صيرة تم إقرار جملة من الإجراءات العاجلة للحفاظ على أرواح المواطنين في المديرية، منها حظر التجوال الشامل لمدة 3 أيام وتكثيف الدوريات الأمنية بالإضافة إلى إطلاق حملة نظافة شاملة في شوارع المديرية لرفع المخلفات بالكامل وصيانة مجاري مياه الصرف الصحي وإزالة المستنقعات وفتح مجاري السيول، وكذا حملة رش تعقيمي وضبابي بشكل مستمر ابتداء من يوم الخميس. وصلت إلى العاصمة عدن شحنة مساعدات طبية مقدمة من الصليب الأحمر الدولي لدعم الجهود في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد. وتأتي هذه المساعدة لتحسين الأوضاع الصحية بالعاصمة عدن ضمن 6 شحنات يقدمها الصليب الأحمر لليمن. ومن المتوقع أن تصل دفعة أخرى للإسهام في مكافحة الحميات المنتشرة وفيروس كورونا. ترأس رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالعاصمة عدن الدكتور عبد الناصر الوالي اجتماعا هاما بمقر السلطة المحلية بمديرية صيرة. وتناول الاجتماع الوقوف أمام الأوضاع العامة والحالة الصحية التي تشهدها المديرية وسبل تفعيل عمل المكاتب الخدمية والصحية انتشال المدينة من الحالة المتردية التي حلت بها عقب كارثة السيول الانتشار المخيف للحميات الفيروسية. شدد الاجتماع على أهمية تفعيل دور عمل قطاع النظافة على مدار الساعة وتنفيذ حملات الرش الضبابي في جميع أحياء المديرية خاصة في أماكن تكاثر البعوض ومعالجة شبكة مياه الصرف الصحي ومعرفة أسباب طفحها في الشوارع. قامت قوات الحزام الأمني في القطاع الأول وبالتعاون مع السلطة المحلية بشفط المياه الراكدة بمنطقة الفارسي في البريقة بالعاصمة عدن، حيث تم شفط المياه الراكدة في منطقة الفارسي بمديرية البريقة ومن ثم كبس الشوارع والمواقع التي جرى شفط المياه منها. وكانت قوات الحزام الأمني في القطاع الأول قد قامت بالعديد من عمليات الشفط والرش الضبابي لمكافحة البعوض والحد من انتشار الأمراض في المنطقة. بحث لقاء عقد بالمكلة الخميس جمع وزير المالية سالم البريك مع محافظي حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني سبل الدفع لتنفيذ البنود القانونية للاحتياجات المالية والمديونات الخاصة بالمحافظة. استعرض اللقاء جملة من الالتزامات والمعوقات المالية
الاحتياجات العاجلة لتحسين الخدمات بحضرموت، كما جرى أيضا مناقشة وضع الميزانية العامة وميزانية المحافظة بشكل خاص، هكذا بحث الالتزامات المالية الخاصة بكهرباء حضرموت ومديونات الطاقة المشتراة، وتوفير السيولة للبنك المركزي بالمكلا، التزامات بعض الوحدات الإدارية. وصلت إلى ميناء المكلا أول سفن على متنها مواشي قادمة من الصومال، وتتراوح شحنة كل سفينة بين 3000 إلى 4000 رأسا من المواشي. جاء استيراد الأغنام بعد موافقة السلطة المحلية وفق ضوابط صحية صارمة تسمح باستيراد أغنام خالية من الأمراض لمنع انتقال العدوى بفيروس كورونا. هيأتي وصول الأغنام بعد خضوعها لفحوصات بيطرية أكدت سلامتها وخلوها من الأمراض من قبل فريق اختصاصي من مكتب الزراعة وريب ساحل حضرموت بميناء المكلا، ومن المقرر أن يتم نقلها للمحجر البيطري الإقليمي. كرمت المنطقة العسكرية الثانية مدير عام هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت المهندس صلاح بابحير. هيأتي تكريم للمهندس بابحير نظير جهوده المبذولة ومساهمته الفعالة في دعم وتجهيز إدارة عمليات المنطقة العسكرية الثانية. هذا ويذكر أن هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت وقعت بروتوكول تعاون مشترك مع المنطقة العسكرية الثانية، وذلك في برامج المعلومات الجغرافية ومجال الجيولوجية العسكرية. وصلت إلى مطار ريان شحنة كبيرة من الأجهزة والمستلزمات الطبية النوعية مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم المرافق الصحية بحضرموت لمجابهة جائحة كورونا والأمراض المتفشية بين المواطنين. اشتملت الحملة على وحدات متكاملة لفحص الفيروسات PCR مع المحاليل الخاصة بفيروس كورونا، و45 جهازا ثابتا ومتحركا لمراقبة المرضى بالعناية المركزة، وأحد عشر جهازا لتخصيص القلب مع العربة المتحركة، وجهاز فحص الدم الشامل CBC، وثلاثة أجهزة مجهرية وكيمياء وهرمونات ومناعة، وكذا أجهزة لقياس الحرارة والضغط وكميات كبيرة من الأدوية والملابس والكمامات والأقنعة الوقائية الكوادر الطبية والتمريضية. وستقوم قيادة الانتقال بحضرموت بتوزيع هذه المعدات على مختلف المرافق الصحية ومراكز العزل بالمحافظة وفقا لحاجة كل مرفق. أصدرت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت بيانا ردت فيه على الحملات الإعلامية حول تأسيس المجلس ميليشيا مسلحة، وأكد البيان ثقة المجلس الانتقالي بقوات النخبة الحضرمية وإخلاصه للجنوب وقضيته، مشيرا إلى من سعى لترويج الإشاعات بتصوير الموقف التضامني لأنصار المجلس ومناضلي الثورة الجنوبية في حضرموت مع ما تتعرض له العاصمة عدن والجنوب عامة، أنه سعي لتأسيس ميليشيا مسلحة تزعزع الأمن والاستقرار. قال البيان أن قوات النخبة الحضرمية تشكلت أساسا من خلايا المقاومة الجنوبية التي أدت دورا حيويا في تحرير المكلا من قوى الإرهاب. وعبر البيان عن أسفه لاستجابة السلطة المحلية لتلك الأصوات وإصدارها لبيان يشم منه رائحة الاتهام للقيادة المحلية المجلس الانتقالي بالمحافظة بالعبث بأمن حضرموت واستقرارها. نفت السلطة المحلية بمديرية مدينة المكلا عبر صفحتها الرسمية في الفيسبوك الإشاعات التي تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحظر الشامل للتجوال. أشارت سلطة المكلا إلى المنشور الذي تم تداوله باسم السلطة المحلية بالمكلا كتب بأخطاء إملائية فادحة عبر أحد ضعفاء النفوس، داعية المواطنين إلى تحري الدقة والمصداقية في تداول الأخبار والتأكد من مصداقيتها عبر الحسابات الرسمية. سيرى مكتب مؤتمر حضرموت الجامع بوادي وصحراء حضرموت قافلة غذائية عاجلة لمدينة الغرفة بمديرية سيئون. وأوضحت قيادة مؤتمر حضرموت الجامع أن القافلة سيتم توزيعها على الأسر الأكثر فقراً للإسهام في تخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية بسبب انتشار وباء فيروس كورونا في المنطقة، داعية أهالي مدينة الغرفة بالالتزام بتوجيهات الجهات المختصة من إجراءات الحظر للحفاظ على سلامتهم وسلامة مجتمعهم للحد من انتشار الوباء، مناشدة جميع الجهات المسؤولة في السلطة المحلية الجهات المختصة والمنظمات المحلية والدولية رؤوس الأموال وأصحاب الأيادي البيضاء أن يلتفوا لهذه المدينة وتقديم يد العون والمساعدة لها.
تواصل فرق الهلال الأحمر الإماراتي توزيع مساعداتها الإنسانية والإغاثية على الأسر المحتاجة والمتضررة من الإجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات بالمحافظة خلال هذه الأيام. وتأتي هذه الحملة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي لأهالي محافظة حضرموت من أجل حماية المواطنين من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، حيث قامت الهيئة بتوزيع 1000 سلة غذائية مستهدفة 5000 فردا من الأسر المحتاجة في مديرية الضريعة. أكد ممثل الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت السيد حميد راشد الشامسي خلال عملية توزيع حرص الهيئة على استمرار تنفيذ هذه المشاريع الإنسانية بشكل مستمر لتصل إلى كل المواطنين المحتاجين لها في ظل الظروف التي تمر بها البلاد. شهر كريم عليكم جميعا. بداية نشكر شكرا جزيلا لأخوة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على هذه المكرمة الإنسانية والتي عوضنا فيها الأخوة في الهلال الأحمر الإماراتي دائما في مديرية الضليعة ووقوفهم إلى جانبنا في هذه الظروف الصعبة، كما أنهم أيضا يقفون إلى جانب الشعب عموما في ظل هذه الظروف الصعبة وبالغة التعقيد التي فيها يتجسد الإنسان الإماراتي، الإنسان إنسان العطاء إنسان الخير. فالشكر من خلالكم للشقة في دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشيوخا ومواطنين على هذه اللفتة الإنسانية. أقرت وزارة التربية والتعليم إنهاء العام الدراسي للصفوف من السابع وحتى الثاني ثانوي وإعفائهم من اختبارات الفصل الثاني للعام الدراسي الجاري بناء على قرارات اللجنة العليا للطوارئ بشان إجراءات إنهاء العام الدراسي. وأقرت الوزارة احتساب نتائج الطالب في الفصل الدراسي الأول ضربه في 2. وأكد القرار على الالتزام بموعد اختبارات الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي بتاريخ 28 من يونيو. وأوضحت الوزارة أنها اتخذت هذا القرار وفقا لما تقتضيه الظروف الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا، مراعاة لما يعيشه الطلاب من قلق حيال مستقبلهم التعليمي. والآن مشاهدينا الكرام إليكم أبرز عناوين الصحف المحلية والعربية. ختام النشرة إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. فرض حظر التجوال الشامل في مدينة كريتر بالعاصمة عدن لمدة 3 أيام بسبب انتشار الحميات. وزير المالية يبحث مع محافظي حضرموت الالتزامات المالية للمحافظة. الهلال الأحمر الإماراتي يوزع 1000 سلة غذائية على أهالي مدينة الضليعة. مشاهدينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة، شاكرين لكم كرم وطيب المتابعة. لمشاهدة نشرات الإخبارية يرجى زيارة صفحات القناة على مواقع التواصل الاجتماعي المكلة فيه. جمعة مباركة في أمان الله.